أبتي نتكلم من رسل الله ونتعلم عن إلياس نبي الله صلى الله عليه وسلم. أرسل في قوم بالشام كانوا قوما فقدوا العقل، كفروا بالله الديان، عبدوا صنما يدعى بعلا، فدعاهم لله الواحد وجميع الكون له شاهد. لكن كيف يحل النور في قلب للنعمة جاحد؟ فدعاهم لله الواحد وجميع الكون له شاهد. لكن كيف يحل النور في قلب للنعمة جاحد؟ كفروا فتوعدهم ربي بالنقمة وشديد عذاب. من يؤمن ينجو ويفوز، من كفر فقد خسر وخاب. كفروا فتوعدهم ربي بالنقمة وشديد عذاب. من يؤمن ينجو ويفوز، من كفر فقد خسر وخاب. قد ذكر الله الرحمن إلياس بآي القرآن، سلم رب الكون عليه قد شهد له بالإيمان. صدقا صدقا يا أبتاه، ذاك حديث ما أحلى، في القلب ستسكن ذكرى، فعليه سلام وصلاة، فعليه سلام وصلاة.